تقريبا اغلب المنظمات داروا ايام دراسيه في نفس الموضوع، وكلهم داروا توصيات، والاتحاد هو اللي راح يدير توصيات نهائيه، واللي يقدم يقدر يعني هو اللي عنده صلاحيه باش يقدمها لوزاره العدل من اجل طلب التعديلات ولا يعني اعاده النظر في امور اللي ممكن فيها اشكالات، لان اكيد ان التطبيق راح يخلق اشكالات كبيره. التعديلات الجديده هذه اللي جات فيها سلبياتها اكثر من ايجابياتها. تقريبا اغلب المنظمات داروا ايام دراسيه في نفس الموضوع، وكلهم داروا توصيات، والاتحاد هو اللي راح يدير توصيات نهائيه، واللي يقدر يعني هو اللي عنده صلاحيه باش يقدمها لوزاره العدل من اجل طلب التعديلات ولا يعني اعاده النظر في امور اللي ممكن فيها اشكالات، لان اكيد ان التطبيق راح يخلق اشكالات كبيره.